أهلا وسهلا بكم مرة تانية في ورشة من ورش عمل مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد في جامعة اسكندرية. أنا دكتور محمد حكم، مدرس في هندسة جامعة اسكندرية. مديريتور النهاردة مع دكتورة سارة في ورشة عمل هتقدمها لنا النهاردة. طبعا دكتورة سارة أسامة غنية عن التعريف، هي مدرس في كلية العلوم في اسكندرية هنا في قسم علوم البحار، وطبعا عضو مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد في الجامعة، والمدير التنفيذي لوحدة الابتكارات في كلية العلوم. ودكتورة سارة مسؤولة التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال بالمركز الجامعي للتطوير المهني UCCD في جامعة اسكندرية. وطبعا الورشة النهاردة عن المعامل الافتراضية في العلوم وأهميتها في مواجهة التحديات اللي ممكن تواجه الطلبة وبعض الأساتذة. ومش هننكر إن الفيرتشوال لاب عموما في كل التخصصات بقت ضرورة ملحة. يمكن كان في ورشة سابقة مع دكتورة خديجة اتكلمنا فيها شوية برضو عن المعامل الافتراضية، وأتوقع دكتورة سارة تتناول الموضوع برضو من زاوية تانية أو من وجهة نظر تانية، نكمل بقى المعلومات بتاعتنا. وزي برضو ما عندي وعند حضراتكم في توقعات كتيرة لورشة عمل النهاردة مع دكتورة سارة والمعلومات اللي متعودين عليها كتير منها طبعا في ورش العمل الخاصة بيها. وهسيب لك بقى المايك دكتورة سارة تبدأي حضرتك وتكملي الورشة بتاعتك بإذن الله. اتفضلي دكتورة سارة. شكرا يا دكتور محمد، شكرا لحضرتك. مساء الخير عليكم جميعا، اخبار حضراتكم ايه؟ انا مبسوطة جدا والله بحضور حضراتكم، ومبسوطة ان انا معاكم النهاردة، وان شاء الله الموضوع يبقى لطيف، لان انا شايفة ان الموضوع ده من اهم الحاجات اللي موجودة عندنا دلوقتي اللي هي الـ Virtual Labs. لحظة هعمل شيرينج. دكتور البرزنتيشن كده واضحة صح؟ واضحة يا دكتورة. تمام تمام الفيرتشوال لابس يعني أظن في الفترة الأخيرة اللي هي مثلا 3 سنين بقت من الحاجات المهمة جدا، لأن احنا اضطرينا فجأة ان احنا كل حياتنا تقلب أونلاين بسبب الكوفيد وكده، فكان لازم ان احنا زي ما دكتور محمد قال ان كان في تحديات كتيرة لازم ان احنا نقدر نواجهها، وعشان نواجهها كان يا اما ان احنا بدأنا في الاول ان احنا نشتغل اونلاين، وطبعا واجهنا مشاكل اكتر من المشاكل اللي احنا كنا فيها اصلا، لان الاونلاين ما بقاش فيه انتر اكشن ما بيننا وما بين الطلبة، غير المشاكل اللي تشالنجز الكتيرة اللي كانت موجودة عندنا اصلا في المعامل من قبل ما احنا نروح نضطر ان احنا نبقى اونلاين. كان في المعامل عندنا مشكلة في الوقت، ما عندناش الوقت الكافي ان احنا نقدر ان احنا ندي التجارب زي ما هي تستحق. مثلا كان في تجارب مثلا ممكن تقعد 6 ساعات او 12 ساعة، فما كانش ينفع ان انا أقعد الطلبة كل ده في المعمل، فبضطر إن أنا أقول لهم خلاص طيب إحنا هنقف عند الخطوة دي وخلاص كده، هو أنا بعد كده هكمل بقية الخطوات، لأن هما طبعا مش هينفع إن هما يقعدوا معايا 6 ساعات أو 12 ساعة عشان ناخد العينة أو عشان نعمل التجربة بالطريقة الصحيحة. فكنا بنعمل نص التجربة في المعمل والنص التاني بيبقى نظري، وممكن بقى بعد يوم أو يومين يجوا يشوفوا النتيجة. وطبعا الموضوع ده ما كانش بيوصل المعلومة بالصورة اللي هم المفروض يوصلوا لها. كنا بنكتشف ده إمتى؟ بعد ما بيتخرجوا مثلا وحد بيجي عشان يشتغل التجربة، أو إن هم بيروحوا المعامل يشتغلوا التجارب دي، كانوا بيلاقوا مشكلة جدا في ان هما يبدأوا ان هما يشتغلوا الحاجات دي وما تدربوش عليها بالطريقة الكافية، يا اما شافوا نصها ونصها التاني ما يعرفوش هو اصلا كان بيحصل فيه ايه. فدي كانت من اكتر المشاكل الموجودة، غير مشاكل الاماكن. طبعا ما فيش مكان يكفي الاعداد اللي موجودة عندنا، والجيوغرافيك ليميتيشنز كمان، مش كل الناس على مستوى العالم متاح ليهم ان هم يتعلموا الحاجات اللي هم عايزين يتعلموها عشان سبب او اخر.
كمان السوبرفيجن، انا ممكن يكون عندي معمل كبير وممكن يكون عندي وقت بس ما عنديش سوبرفايزرز، وطبعا مش هينفع ان انا ادخل الطلبة واسيبهم في المعمل لوحدهم. وطبعا المواد الخطرة اللي احنا ممكن احنا بنكون بنشتغل بيها زي الاسيدز والحاجات الكارسينوجينيك، ما ينفعش برضو ان انا اعرض الطلبة للمخاطر دي، لان انا كده بعرض صحتهم للخطر وبعرض نفسي انا عشان هم في مسؤوليتي. واخر واهم حاجة طبعا الايكونوميك ليميتيشنز، احنا ما عندناش التكلفة الكافية ان احنا نغطي بيها المواد، خصوصا لو مثلا حد بيشتغل في مجال الريجنتس والكيميكلز كلها بتكون غالية جدا، زي الحاجات بتاعة البايوتكنولوجي والحاجات دي، الدي ان ايه والحاجات دي كلها بتبقى مكلفة جدا. فكان عندنا تشالنجز كتيرة، وعشان نطلع من كل ده بدأنا ان احنا نشوف الطرق التانية، او العالم كله بدأ ان هو يفكر في موضوع الفيرتشوال لابس. عشان كده كان لازم ان احنا نفكر في موضوع الفيرتشوال لابس عشان نحل كل المشاكل اللي موجودة عندنا، وهي واللابس اللي هي المعامل الافتراضية اللي أنا بخلي الطالب يحس إن هو أو يكون موجود في المعمل، مش مجرد إن أنا أعوضه إن هو مثلا ما جايش النهاردة وهنشتغل أونلاين فخد الفيديو ده شوفه. لا، المعامل الافتراضية بتتيح لي فرص كتيرة جدا بتخليني هو يبقى more engaged في البروسيس. عارفين مين اللي قبل كل ده اضطر ان هو يلجأ للفيرتشوال لابس والسيميوليشنز؟ العلوم اللي هي ما كانش عندهم فرصة، حتى لو عندهم الحاجات دي كلها موجودة ما عندهمش فرصة ان هم يعملوها، زي الناس اللي بتشتغل في علوم الفضاء مثلا، مش هيقولوا لهم يلا نطلع الفضاء عشان نشوف مثلا انواع الحجر اللي موجود ايه، وإن كان بنستخدم حاجات كإنديكيشن عن الحاجات الموجودة، لكن الـ Virtual Labs في مجال زي ده سهلت إن هم يتخيلوا كل حاجة بتحصل وإن هم يدرسوها بالشكل الصحيح. كمان العلوم البحار والنقل البحري من الحاجات اللي برضو اضطروا ان هم يلجأوا للسيميليشن والفيرتشوال لابس، عشان مش سهل بالنسبة لهم مثلا ان هم كل شوية يطلعوا الطلبة البحر ويستخدموا مراكب كبيرة، ومثلا لو هم عايزين يعودوهم على الطرق ازاي ان هو يواجه المخاطر اللي موجودة في البحر، فدي كلها كل دي حاجات عوامل مش هيقدر ان هو يتحكم فيها، فاستعاد عنها ان هو يعمل الفيرتشوال لابس. وفعلا في الأكاديمية عندنا أكاديمية النقل البحري قدروا ان هم يعملوا فيرتشوال لابس متقدمة جدا جدا جدا، بتخلي الطلبة تعيش كأنها موجودة فعلا في المركب، وبيتصرفوا ازاي وقدامهم اكتر من سكرين، وبيتصرفوا كأنهم فعلا فعلا في البحر، عشان بعد كده لما تجيلهم الفرصة ان هم يطلعوا في المعامل، ان هم يطلعوا في البحر ويطلعوا في الحقيقة ويتصرفوا في الحقيقة، يعرفوا ان هم يعملوا كل حاجة صح. وقبلها شفت الحاجات دي بره، يعني مش قادرة أقول لكم، يعني حاجة في منتهى الروعة فعلا، تحس إن خلاص أنا كأني طلعت البحر فعلا وكأني جربت الحاجة بإيدي، مفيش أي حاجة مختلفة أو ناقصة. خلينا نرجع تاني للـ Virtual Labs بتاعتنا العادية. أنا حاولت إن أنا أجيب لكم أكتر من فيرتشوال لاب ممكن إن إحنا نستخدمه في مجالات مختلفة مش بس الساينس. أنا كنت داخلة أدور إن هو بس عشان مجالي هو ساينس، فأنا دخلت عشان أدور، بس بصراحة أول ما دخلت لقيت حاجات كتيرة، وهما مش خمسة بس، يعني أنا فعليا مثلا لقيت ممكن 20، بس 20 ده في إيه؟ مش العدد كله، هو العشرين دول اللي هم الفري وفري بجد، يعني اللي هو مش بس ان هو يبقى فترة ترايل او حاجة وبعد كده هلاقي انه يقولي لا في لا اي حاجة او كده، لا هم فري فعلا. انا اخترت منهم خمسة بس لان هم دول اللي حسيت ان هو اقرب شوية لمجالاتنا،
خلينا نشوف أول حاجة virtual lab اسمه Keem Collective، ومن اسمه معروف إن هو يعني بيشتغل في كل ما يخص الحاجات الكيمستري. وطبعا أي حد بيشتغل في المجال بتاع الكيمستري بيواجه مصايب أو كوارث في المعمل، من أسيدز بتتكب أو بتضر حد أو بتحرق حد، أو مثلا حد ما يعرفش إزاي إن هو مثلا ياخد الأسيد بالبايبيت فيروح مثلا أخده بالشافته، أو عمل أي كارثة موجودة، غير الرياجنس طبعا اللي الطلبة بيكونش لسه عارفين إزاي يتعاملوا مع كل حاجة. فهو مثلا لو قلنا له خد مثلا 0.5 جرام، لا هو هيحس ان هي صغيرة جدا فيروح كابب اكتر. فكل دي كانت مشاكل بتحصل معانا في الكيمستري لاب، واظن ان احنا لما نشوف كل ده فيرتشوال ويعيشني في كل حاجة، مثلا الاند بوينت اللي عندنا يعني عدنا تجارب كتير كلنا متهيألي، يعني في أي من الناس اللي اشتغلت في المجال ده عدنا النقطة دي كتير جدا، لأن احنا ما كناش عارفين أصلا الاند بوينت دي بتيجي ازاي، أو اللون المفروض يتغير من ايه لايه. الفيرتشوال لاب خلاني أحل كل المشاكل دي، وبقى خلاص يعني الكيمستري بقى حاجة بالنسبة لي لذيذة جدا، ولأن أنا بقيت عارفة إيه الخطوات اللي المفروض إن أنا ماشية فيها. يبقى أول حاجة اللي هو الكيم كولكتيف، وتاني حاجة اللي هي يعني متهيألي لو كانت موجودة على أيامي لما كنت بدرس فيزيكس كانت حياتي هتبقى أسهل بكتير، لأن أنا من الشخصيات اللي مش ما كنتش بفهم خالص إيه الفيزيكس ده وإيه التجارب الصعبة جدا والحاجات دي كلها. الفت خلاه ان هو يعمل سيميوليشن وانتر اكتف كمان، يعني مش بس ان انت تشوف الحاجه، لا انت بتانتر اكت، بيخليك ان انت تشتغل معاه، بيقولك ايه الخطوات خطوه بخطوه. مش بس كده، انا لو عملت حاجه غلط لو حطيت حاجه مكان حاجه، لا مش بيسيبني ان انا اكمل، هو كمان بيعلمني، يعني بيبقى فيه منتور على طول واقف معايا باستمرار حتى لو هو مش موجود معايا يعني في الحقيقة. بس لما ندخل ونجرب دلوقتي هنلاقي ان في كومنتس كل شوية بتطلع، ومش بيسيبني ان انا اكمل في لو بعمل حاجة غلط، او دايما بيفكرني ايه الخطوة الجاية. كل ده هنشوفه ان شاء الله واحنا بنستكشف. كمان في اللاب اركايفز، ده الناس اللي بتشتغل في البيوتكنولوجي اكتر، والجيناتكس والدي ان اي والفايلوجينيتك تري، هتعرف قد ايه ان الموضوع مهم جدا ان انا افهم الميكانيزم بتاع كل خطوه بتحصل، مش مجرد حد يقول لي ان احنا حطينا ده على ده فطلع لي كذا، او شلت بلازمد من مكانه وحطيت جين هنا وقصيت وعملت كلونينج وحاجات دي كلها. فده بجد يعني سهل خصوصا في مجال التكنولوجي، عشان زي ما قلت بتبقى مكلفة جدا، فمش هزار ان انا مثلا اجيب ري ايجنس او افتح كيتس بالاف عشان لمجرد ان انا اجرب، غير لو انا هشتغل شغل حقيقي واطلع نتائج حقيقية. فده خلاني ان انا اعرف الطلبة ايه اللي بيحصل في الحقيقة من غير ما اضر نفسي، من غير ما اضره او ان انا اكلفهم تكلفة زيادة. الجميل في اللاب اركايفز كمان ان هي عاملة انتجريشن لبلاتفورمز وابليكيشنز كتير احنا بنستخدمها، فده خلاني مش مضطر ان انا كل شوية اطلع مثلا اجيب حاجة من الوورد، ولا لو في حاجة اكسل شيت محتاجة اجيب منه بيانات ان انا اطلع اجيبه، او المايكروسوفت اللي كلنا بنستخدمه، المودل، البلاتفورم، ال ام اس كلها. وكمان السناب جين ده من الحاجات الكتير ناس مش بتقدر ان هي تشتغل عليها، هو يعني كل الحاجات دي كل حاجة هتكون محتاجها هتلاقيها وانت بتشرح، مش مضطر ان انت تجزأ الحاجات في اكتر من مكان. ده من الحاجات برضو يعني اللي انا انبهرت بيها جدا اول ما شفتها. كمان اللابستر
كمان ده من الحاجات الكويسة جدا ليه، عشان مش بس في مجال البيولوجي او الكيمستري او الفيزيكس، لا ده كمان وصل للطب. وانا مش في مجال الطب، بس اظن ان كان يعني ان في حاجات في تشريح، في انه مش عارفة لازم يجيبوا جثث عشان هم يشرحوا او يشتغلوا عليها بالفعل. أكيد الأجهزة اللي زي ما عندنا الأجهزة ما بتبقاش متاحة، أظن في المجال الطب البشري أو طب الأسنان ده بيبقى أصعب أكتر وأكتر، لأن إحنا بنوفر الحاجات دي مش لمجرد تكلفة، لا إحنا بنوفر الحاجات دي لناس بجد هتكون محتاجاها إن هي تساعدها إن هي تتعالج أو كده. فأظن حتى ده لما الدكاترة يبقوا شايفين كل ده كأنه حقيقي بيساعدهم حتى إن هو يبقى الكواليتي بتاع الساينس اللي بياخدوه أو العلم اللي بياخدوه يكون كويس جدا، وبيشوفوا كل حاجة على الحقيقة. وبعد كده لما بينزلوا الشغل أو بينزلوا التدريب بتاعهم بيبقى الموضوع أسهل بكتير، وهم يعني مش بعيد عن تخيلهم، مش بيبقى في فرق كبير بين الحاجات اللي اتعلموها والحاجات اللي المفروض يعملوها. فده كويس جدا في الـ Virtual Lab هنا. وآخر حاجة من يعني اللي خلتني بصراحة أقف عندها وما كملش إن أنا أشوف، لأن هي بجد انبهرت جدا، هو الـ Lab Exchange. حقيقي ما هو ما سابش حاجة وما سابش تخصص المفروض إن هو ما عملهوش. يعني واحنا بنشوف لقينا ان في virtual labs مختصة بالphysics مثلا، virtual labs تانية مختصة بالchemistry. هنا lab exchange فعلا موجود في كل المجالات، واحنا بنستكشف اكتر هتلاقوا ان هو مش بس في مجالات العلم، لا لو حد مثلا في المدرسة وعايز يعرف بعد كده المفروض ان هو هيدخل كلية ايه، او ايه الخطوات اللي المفروض هيعملها في الكلية، السنة الاولى من الكلية هيدرس ايه، ايه الكليات المختلفة وايه التخصصات اللي هي اللي يقدر من خلالها ان هو يحدد هو عايز يدخل ايه. لان في كتير طلبة مثلا بتطلع من المدرسة هما مش عارفين هما المفروض، او مش هقول هما مش عارفين هما عايزين يعملوا ايه، بس ممكن يكونوا حابين حاجة لمجرد بس ان هم شافوا رول موديل قدامهم او حاجة زي كده، فاللي هو انا شفت حد دكتور فانا خلاص عايز اطلع دكتور. طب هل انا عندي المقومات الكافية ان انا ابقى دكتور فعلا؟ هنا بيخليه ان هو يستكشف كل حاجة بحيث ان هو يعرف الخطوات الجاية بتاعته ايه، وعلى اساسها بيقرر هو هيعمل ايه. وده اللي خلاني برضو مبسوطة جدا بالفيرتشوال لاب ده عن بقيتهم، واللي خلاني مش محتاجة ان انا اكمل تدوير ان انا اشوف حاجة احسن من كده، لان انا فعلا لقيته ان هو في كل الحاجات اللي ممكن اي حد على اي مستوى ان هو يلاقيها. خليني اعرفكم شوية شوية باللاب اكستشينج ونستكشفه مع بعض. أول حاجة لاب اكستشينج اللي عمله مين، هي هارفارد يونيفرسيتي، وكان عندهم توتال فاينانشال سبورت من امجن فاونديشن. معنى كده ان هو كان توتالي فري، يعني هو توتالي فري اديوكيشن بلاتفورم، وتوتالي فري يعني توتالي فري بجد، مش زي ما قلت لحضراتكم مثلا بيديك فترة ترايل مثلا 30 يوم او حاجة زي كده، او بعد ليفل معين يقولك لا في ليميتيشنز مش هتقدر ان انت تكمل كذا غير لما تعمل ابجريدنج. لا هو فعلا فعلا لان هم عاملين له هم عايزين ان هو يكون اوبن سورس وكمان يبقى متاح للجميع. فعشان كده ده من الحاجات الكويسة جدا. هو كمان بيعمل كونكشن للطلبة وللمدرسين أو الدكاترة، يعني الناس اللي بتدرس، وكمان الباحثين الريسيرشرز. يعني مش بس أنا بدور على كل ده عشان أنفع الطلبة بتوعي أو إن أنا أديلهم حاجة تعوضهم عن إن هم يكونوا موجودين في اللاب معايا، لأ أنا نفسي يعني أنا
اي حد في اي مجال بعد ما يستكشف الحاجات هيحب ان هو يدخل ويستفاد بيها، يعني مش بس الطلبة اللي هم هيستفادوا بيها. ليه اخترت اللاب اكستشينج دون عن بقية الحاجات دي كلها؟ زي ما قلت لحضراتكم ان هو بيعمل equal opportunities، زي ما قلنا ان في limitations في الجيوغرافيك وايكونوميك limitations بتخلي مش كل الطلبة ان هم متاح ليهم الفرصة ان هم يتعلموا رغم ان هم عايزين يتعلموا، فهو بيخلي محدش عنده، يعني بيشيل كل limitations وبيسهل كل التشالنجز، يعني زي ما هو مكتوب كده مينيمايز التشالنجز، كل التشالنجز بيقللها جدا وبيكتر او بيساعد في زياده البنفيتس اللي انا ممكن اخدها من الاونلاين ليرنينج. لان انا من اوائل الناس اللي كنت ضد فكره الاونلاين ليرنينج في الاول خالص لما نزل بصورته اللي هي البدائيه، اللي فجاه اللي كنا مضطرين فجاه ان هو يبقى بس مجرد ان انا ببعت مثلا للطلبه PDF، ولو حد يعني يحاول ان هو يساعد قوي الطلبه بيعمل له مثلا فيديوز او حاجات من كده. ولما تطورنا شوية بدأنا ان احنا نعمل ريكوردينج للمحاضرات بتاعتنا، فهو هنا خلاك مش محتاج او مش ما تحسش ان في اي حاجة ناقصة. لأي حد ما كانش عنده الاوبورتيونيتي ان هو يتعلم، لا خلاص بقى عنده. ده غير ان هو بيخليه عندك اكسس لسكيل ليرند سكيل بيزد education كونتنت، انت بتدخل الكونتنت وبتتعلم بناء على السكيلز، غير ان السورسز او الكونتنت اللي موجود ده متراجع، يعني مش يعني موثوق فيه من الاخر، يعني مش زي ويكيبيديا مثلا او اي حاجة من الويب سايتس دي لأي حد يدخل يعمل اديت من غير ما تعرف المعلومات دي صحيحة او لا. لا هو متراجع والمعلومات بتتراجع اول باول، والسورسز دي على مستوى العالم مش بس في بلد واحدة أو في مكان واحد أو من وجهة نظر واحدة، لا انت بتقدر تشوف على مستوى العالم كل واحد بيقدر ان هو يشتغل في المجال ده ازاي. عشان مثلا لما انا اكون بتعلم هنا هوت مثلا اكتر من 12 سنة او حاجة، وبعد كده انا عايزة اسافر برا، لما اسافر ابقى عارفة ايه الحاجات اللي بتحصل برا، ما بقاش معزولة عن العالم. ده غير كمان ان هو بيتيح لي فكرة ان انا اعمل شيرنج للايدياز بتاعتي، يعني مش بس باخد، يعني انا مش داخلة بس اللاب اكستشينج اشوف هو عنده ايه واخده زي ما هو من غير ما بعمل اي اديت، لان طبعا في ناس بتشتغل بره ببروتوكول غير البروتوكول اللي احنا بنشتغل بيه، وإن كان بيطلع مثلا نفس النتيجة أو نتيجة مقاربة، لكنه مش نفس البروتوكول، مش نفس الريأجنس، في اختلافات في الأجهزة، اختلافات في كل حاجة. فهو بيسمح لي إن أنا أعمل شيرنج للأيدياز بتاعتي وآخد من الأيدياز اللي موجودة. طبعا بيسمح لي بالنتوركينج، ودي حاجة كويسة جدا إن أنا أقدر أوصل لأي دكتور أنا عايزه في أي مجال في أي بلد، لأن زي ما هنشوف لما ندخل نشوف البلاتفورم عامل إزاي هنلاقي إن في ديسكشن بورد، ممكن تدخل تكتب أي سؤال، أي مشكلة واقفة معاك في تجربة جهاز اشتغلت بيه ولقيت فيه مشكلة، هو يقدر إن هو تقدر تتكلم مع الناس اشتغلوا في المجال ده قبل كده، طلبة حتى موجودين وبيجربوا زي كل حاجة. كمان اقدر ان انا اعمل كاستمايزيشن، زي ما قلت انا مش لازم اخد الكونتنت الموجود، يعني كتير من البلاتفورمز بيضايقني ان هو كل حاجة بتبقى موجودة بس انا ما اقدرش ان انا مثلا اشيل جزء معين، انا مش بشرح الحاجات دي، يعني انا مثلا مش هقول للطالب ادخل شوف الحاجات دي في الفيرتشوال لاب ولما يجي ان هو في المعمل ان هو يطبق عندي اقول له لا بس هنشيل الجزء ده، لا بس الجزء ده هنشيل، يعني ده هنلغيه وده هنغيره. فانا اقدر من الاول ان انا اخد منه اللي انا
اللي يناسب الطريقة اللي أنا بشرح بيها والبروتوكول اللي أنا شغالة عليه والطريقة اللي أنا بعملها. كمان زي ما قلت إن هو بقدر إن أنا أعمل ريميكسينج، إن أنا أقدر أحط من الكونتنت بتاعي وآخد من الكونتنت اللي موجود اللي يناسبني. كل الحاجات دي خلتني إن أنا أفضل إن أنا أشتغل باللاب إكستشينج عن أي من البلاتفورمز التانية. وبرضو لو حضراتكم ممكن تجربوا وتقولوا لنا لو حد لقى إنه هو هنا بيعمل تجربة. أنا اخترت تجربة بسيطة وحبيت إن احنا نشوفها هنا عشان نقدر نشوف الخطوات كلها. هو الأول بيقولك إيه الماتيريالز اللي هتشتغل بيها، كمان بتدخل تعمل البريدكشنز. المفروض إن أنت بعد ما تخلص التجربة دي إنه العينة هتطلع لك بشكل إيه أو النتيجة هتطلع لك بشكل إيه. بعد كده بيقول إن to start البروتوكول، تبدأ إن تشتغل. وزي ما قلت لحضراتكم في على طول على الجنب بيكون موجود الانستراكشنز اللي موجودة، اللي أنا وأنا في المعمل مثلا بقول للطالب أنت المفروض الأول تعمل كذا، وبخليه يكتب مثلا إيه السكيم بتاعه اللي هيشتغل بيه أو إيه الخطوات. لا، هو هنا مكتوبة عنده ودايما بيفتكرها، وكل ما بيخلص حاجة بيعلم له على الخطوة اللي بعدها وبيطلع له نوتس المفروض إن هو يعمل إيه. انا اخترت بتاع البايبتس بالذات عشان الاجهزه بتاعت المايكروبيولوجي والبيوتكنولوجي بتبقى دقيقه جدا، والطلبه بتبقوا جايين اصلا مش عارفين ان هم يستخدموها لان هم ما شافوش الحاجات دي قبل كده. ومهما قلنا مثلا instructions او precautions لازم ان هم يعملوها، اكيد مش هياخدوا بالهم من كل حاجه. أول موقف حصل معايا في حاجة زي دي اللي خلتني إن أنا أحب جدا إن الطلبة إن هما يشوفوا التجارب من قبل ما أنا أشتغلها في المعمل. كنت جايبة بايبد جديد من برا، وحد من الطلبة جه يشتغل بيها، وبعد ما عمل خلاص بعد ما أخد الإنوكيولوم بتاعه اتبقى حاجات في التيب، فنيم البايبد على البنش، فالسولوشن رجع للبايبت تاني ودخل جواه، فللأسف اتدمر تماما. فوقتها كنت بلجأ ان انا اقول لهم يا جماعة طب ما احنا ممكن قبل كل سكشن نبدأ ان احنا نشوف التجربة اللي احنا هنعملها بالفيديو. بس طبعا دلوقتي لما يبقى قدامي ان انا بعمل كل خطوة، هو هنا التجربة مثلا ماشية لوحدها، لكن في حاجات منهم تقدر ان تعمل interaction، تقدر انا اللي بعمل drag and drop. يعني هو ده كده بس فيديو، لكن هو انا في الحقيقة في الـ virtual lab انا بعمل drag and drop وباخد انا كل حاجة، وانا اللي بحط العينة بتاعتي وهو بيقول لي instructions بفضل ماشي عليها. بعد كده بيجي يقول لي، مش بيسيبني، مش انا خلاص عملت التجربة وخلاص هو سابني، لا بالعكس هو بيديني ايه النتائج اللي المفروض تكون موجودة وايه البريدكشنز وايه الايديال ريزلتس اللي المفروض ان هي تطلع لي عشان اعرف كانت المفروض النتيجة تطلع لي ايه بناء على البريدكشنز اللي انا كنت مدخلها. كمان اقدر ان انا اعمل فيدباك كانت التجربة دي كويسة مش كويسة، لو في دكتور هو اللي بيعمل الفيدباك للطلبة وهو يعني هو بيكون شايفهم وهم بيشتغلوا. مش بس كده، كمان يقدر ان هو يعمل ريفلكشن، انا علمت الطالب التجربة واشتغلها وعمل غلطات وصلحها، فاللي بيثبت اي حاجة في الاخر ان انا اعمل راب اب أو إن أنا أشوفه هو فعلاً المعلومة وصلت له ولا لأ. فبيبقى فيه موجود أسئلة بسيطة، وفي الآخر بيبقى فيه summary لكل الحاجات والـ learning objectives اللي إحنا قمنا بيها في التجربة دي. دي كانت تجربة بسيطة جداً. خلوني معاكم ندخل على البلاتفورم نفسه ونستكشفه مع بعض.
في الأول خالص أنا هدخل أكتب lab exchange. طبعا أنا عشان عاملة الأكاونت هو هيجيلي في الأول إن يعني لو عملت log out هيجيلي في الأول إن أنا أعمل sign up وأعمل free account عادي جدا بكل الخطوات اللي هو بيحتاجها، الإيميل والباسورد وأي معلومات بدخلها. مجرد ما بدخل على البلاتفورم بلاقي الشكل ده موجود زي ما حضراتكم شايفين، كمية كبيرة جدا، عدد التجارب الموجودة 14,000. تمام، هبدأ الأول إن أنا أستكشف حاجة حاجة. زي ما قلت لحضراتكم هو أنا كنت داخلة إن أنا أدور على حاجة للمجال بتاع الساينس بس، فهو جابها لي. بس لما فتحت السبجكت اريا لقيت موجود كل العلوم اللي موجودة بيولوجيكال ساينس، وكاتب لي الرقم بتاع الكونتنت الموجود قد ايه. يعني مثلا البيولوجيكال ساينس 8900، هيلث ساينس والفيزيكس والكيمستري كل حاجة، ساينس اند سوسايتي، جلوبال هيلث، ساينتفك بروسس، بروفيشنال ديفلوبمنت، وحاجات كتيرة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم كمان هاو تو بريبير فور كوليدج، ازاي ان اقدر اشوف المرحلة الجاية ايه، ايه الكليات والجامعات اللي موجودة في السنة الأولى المفروض يعمل ايه، لو انا محتاجة financial aid المفروض ان انا اعمل ايه، او ايه الخطوات اللي انا بمشيها، لو انا في المدرسة بيعلمني كل حاجة عن التجارب اللي موجودة، اقدر من هنا اختار اي كونتنت انا عايزة اشتغل عليه. كمان الاونلاين ليرنينج بيعرفني كل حاجة، ايكونومكس، اي مجال انا عايزة اشتغل فيه او انا بفكر فيه. يعني انا مثلا لما دخلت في دول لقيت ان في حاجات فعلا انا عايزة ادور فيها وعايزة اقرا فيها، وكان الموضوع مثلا بعيد او ما فيش وقت او كده، هو هنا جمع لي كل الماتيريال، كل الحاجات اللي ممكن اي حد يحتاجها في اي من المراحل من حياته. ده يعني ده باختصار فعلا. تاني حاجة هلاقيها بعد ما اختار السبجكت اريا بتاعتي الكونتنت تايب، ودي هرجع لها تاني عشان فيها حاجات مهمة جدا. هي بيقولك لو انت عايز فيديو، لو عايز الكونتنت بتاعك في شكل فيديو، عايزه في شكل تكست، images، اسئلة، interactive، pathways، simulations، كل حاجة انا هكون محتاجها هو عامل لها categorization وحاططها لي في الشكل اللي انا هحتاجه، وانا مش محتاجة ان انا اعمل اي مجهود. يعني مجرد بس بكليك بقدر ان انا اوصل لكل المعلومات اللي انا عايزاها. هو مش بس كده مثلا وسابني، لا هو كمان بيقولي الباك جراوند بتاعك ايه، هل نون مفيش خالص، نبدأ من الزيرو، ولا سم، نص نص، او اكستنت. كمان بيسألني الفيديو ديوريشن، لو في فيديو عايز الفيديو ديوريشن أقل من 5 دقايق، من 5 لـ10 دقايق، أو أكتر من 10 دقايق. السورس بتاعك عايز من أي سورس موجود، ولا في سورس معين أنا داخلة أدور فيه في جامعة معينة أنا عايزة أوصل للماتيريال بتاعتها أو للكونتنت اللي هي بتنزله. التاجز، اي كلمة انا بكتبها بتقدر ان هي توصلني لكل ما يخص الكلمة دي، وكمان بكل اللغات اللي ممكن اي حد يحتاجها. يعني مش بس لغة واحدة ومثلا ناس معينين هم اللي يقدروا ان هم يستخدموا، لا، اي لغة انا هكون محتاجاها هلاقيها موجودة. خليني ارجع تاني للكونتنت تايب الفيديوز. زي ما حضراتكم شايفين هنا هو مكتوب على كل حاجة من دول حاجة مختلفة. يعني ده مكتوب ان هو simulation، فانا اعرف ان من قبل ما افتحه ان هو ده simulation. مثلا ده مكتوب pathway، هنعرف ايه الpathway. لو نزلت اكتر هلاقي cluster، ده من الحاجات الرائعة اللي انا انبهرت لما شفتها. interactive،
ده زي ما قلت لحضراتكم اللي هو مش بس فيديو شغال قدامي، لا هو كل شوية انا بانتر اكت، بيطلب مني ان انا اعمل خطوات معينة، بيصلح لي لو مسكت البايبات غلط، لو حطيت رياجنت قبل التاني، كل حاجة من دول مش بيسيبني ان انا اعمل الغلطة، لا بيخليني بيصلح لي الغلطات اول باول فيديوز. طبعا الفيديو والتكست والحاجات دي كلها عادية جدا، الأسئلة كمان هو يعني ممكن يديني أنا خلاص شرحت كل حاجة مثلا في السكشن وخلاص مش محتاجة أي حاجة، لا ممكن إن أنا أجي هنا بس عشان أخد الجزء بتاع الأسئلة أو الجزء بتاع الانتر اكتف. الباسوي ده حاجة كويسة جدا. دلوقتي أنا لما باجي أشرح موضوع معين في المحاضرة، هو نفس فكرة المحاضرة والسكشن، عادة احنا بنشرح مثلا النظري الأول في المحاضرة وبعد كده السكشن بنيجي نطبق الحاجات اللي احنا شفناها. الباسوي ده هو بنفس الطريقة دي، مثلا أنا بختار الموضوع وليكن الكورونا فيروس أو مثلا introduction to genetic. هو هنا شايف الباسوي بتاعه إن هو الأول بيسألني أسئلة، هل ايه الحاجات اللي انا اعرفها عن الجيناتيك انجينيرينج، وبعد كده البروسيس بتمشي ازاي، ايه هو الجيناتيك انجينيرينج اصلا. ولو حضراتكم تاخدوا بالكم انه هو الكونتنت معمول او الباسوي معمول من كونتنت متجمع من اماكن مختلفة، يعني مش شرط بس الجامعة دي هي اللي منزلة، لا هو الكونتنت كل واحد حط الكونتنت بتاعه والباسوي ده اترتب بالطريقة اللي المفروض ان هي توصل للطالب. يعني ما ينفعش مثلا ان انا ادخل اشرح للطالب التجربة قبل ما اقول له هي التجربة دي المفروض ان هو يطلع بيها بايه، او ان هو يتعلم ايه من التجربة دي، او ان هو انا ليه بحط ده على ده، مش اللي هو حط ده على ده وخلاص، لا هو هنا اخده تدريجيا وكل مرة بيحط له الحاجة اللي المفروض ان هو يتعلم دي الباسوي. وفي الآخر هنا طبعاً الـ Learning Objectives بتاعته. وعلى فكرة زي ما قلت لحضراتكم، هو الحاجات هنا هو الميزة فيها إن هي مش بتبقى فرد، يعني هو شايف إن الباسوي بتاعه إن المفروض الطالب الأول يتسأل أسئلة وبعد كده يبدأ يفكر في إجابتها وبعد كده يخليه يقرأ أرتكل مثلا معين عشان يقدر يرجع وبعد كده يشوف فيديو معين، بس أنا شايفة مثلا إن المفروض ده يبقى قبل ده. لما اجي اعمل الكونتنت بتاعي هوري حضراتكم ازاي ان يكون في باسوي معمول انا بقدر اخده واقدر ان انا اعيد ترتيبه، بس طبعا ده كل الشغل ده بيبقى على الداشبورد بتاعتي، لكن الاصل الكونتنت بيبقى موجود زي ما هو عادي على البلاتفورم، انا باخد منه نسخة وبحطها على الداشبورد بتاعتي وببدأ ان انا اغير في الباسوي ده لو مش عاجبني. انا ممكن ان انا مثلا اشيل فيديو واحط فيديو انا عاملاه لحاجة معينة، اشيل تكست معين واحط له حاجة انا مثلا اديتها له في المحاضرة او المفروض ان هو يعرفها. فده من الحاجات الكويسه جدا. السيميوليشنز زي بالظبط اللي احنا شفناه من شويه، التجربه اللي احنا شفناها. خلينا نشوف الجزء بتاع الكلاسترز. لما بختار موضوع معين كلاستر اللي هو ايه بالعربي مش فاكرة بالظبط، كلاستر اللي هي مجموعة حاجات موجودة جنب بعض زي ما حضراتكم شايفين. يعني هو الكلاستر ده عن ايه؟ عن الكونسبت والتكنيكس اللي موجودة في البيوتكنولوجي. فهو بيقولك لو عايز تعرف الكونسبت والتكنيكس اللي موجودة في البيوتكنولوجي المفروض تعرف المعلومات دي كلها، تعرف الانترودكشن، ايه التولز اللي انت بتستخدمها، ازاي ان انا اعمل سايكل لنفسي، ايه الدي ان ايه،
كل حاجة المفروض إن أنا أعرفها عن الكونسبت والتكنيكس بتاعت البايوتكنولوجي هو جايبها لي هنا، وكل ما أعمل كليك على واحد من دول هو هيفتح لي حاجة تانية لوحدها، دي ممكن إن أنا أقعد أتعلم فيها لوحدها. طيب أنا هنا محتارة، أنا المفروض دخلت ما درستش البايوتكنولوجي قبل كده ومش عارفة أبدأ بإيه، ففي حتة اللي هي بتاعت التورز دي، فهو هنا بياخدني بيقولي عايزة تتعلمي مايكرو بايبتنج بس، ازاي تستخدمي البايبت، ولا عايزة تتعلمي دلوقتي الـ DNA verification مثلا، ولا الموضوع المهم بالنسبة لك دلوقتي مثلا البكتيريال ترانسفورميشن وداخلة بالذات عشان تعرفي الموضوع ده. أنا مجرد ما بدوس على الحاجة اللي أنا اخترتها بلاقي إن هو يبدأ يعلم لي على الحاجات اللي المفروض ان انا اتعلمها او ان انا ابدا بيها عشان اعرف البكتيريال ترانسفورميشن، مش بس كده بيقول لي ايه اللي المفروض اخده الاول وايه اللي المفروض اخده بعد كده. فهو بيساعدني في كل حاجه، يعني هو فعليا مش بيسيبني خالص. يعني انا شايفه ان حاجه زي كده بتخلي الناس، يعني يمكن في ناس مجرد ما بتبدأ إن هي تتعلم أي حاجة لو لقيت الموضوع صعب جدا لا بتروح سايباه خلاص، ويعني مثلا بتمشي خطوة واتنين وخلاص سايباه وماشية عشان هي حاسة إن هي بتعافر أو كده. لا هو هنا بصراحة هو مبسط كل حاجة وجايب كل الماتيريال اللي ممكن تستخدمها ومسهل كل الطرق اللي ممكن إن أنت تحتاجها. فمثلا انا عايزه اتعلم البروتين بيوريفيكيشن وهتعلم بقيه الحاجات التانية، بس محتاجه ان انا اتعلم دول الاول، فهو بيقول لي ايه الحاجات اللي انا المفروض اتعلمها. فدي برضو من الحاجات الرائعة جدا اللي ان انا ما عرفتش اشوفها في اي من الفيرتشوال لابس التانية، بس برضو لو حد لاقيها ممكن يقول لنا. خليني ارجع تاني، ده الكونتنت بتاعي. لو دخلت على بيبل هنا هلاقي كل الناس اللي موجودين على اللاب اكستشينج وعددهم 73,900، يعني حاجة رائعة فعليا. كل حد دخل عمل اكاونت. طيب انا ممكن ان انا ابدأ ان انا اشوفهم، انا عايزة learners ولا عايزة educators ولا بدور على mentor. كمان بشوف الانستيتيوشن، انا عايزه مين، ايه المكان او ايه الانستيتيوشن اللي انا عايزه منه المنتور او الاديكيتور ده. بشوف ايه التخصصات اللي انا عايزه ان انا اشتغل فيها، area of study، وكمان اللوكيشن. فيعني كل مكان انا بدخله بقدر ان انا اعمل فلتريشن بالطريقه اللي انا عايزاها عشان يقدر ان هو يوصل لي الكل اللي انا عايزاه في اقصر وقت ممكن. وكمان هنا السورسز، الحاجات دي المصادر دي جايباها من انهي كانتري وباي لغه. كل ده خلاني ان انا اوصل للحاجات اللي انا عايزاها كلها وان انا اتعلمها. عايزه ابدا مثلا، يعني انا متهيالي في المرحله الاولى كمان لو قعدتوا تستكشفوا في المجال، اي مجال هتختاروه هتلاقوا ان الحاجات محطوطه بزياده جدا. يعني انا مش متخيله مثلا ان انا هتعب نفس التعب اللي كنت بتعبه وانا بعمل محاضره من الاول، بروح هنا عشان اخد ريفرنس وبرجع هنا عشان اخد فيديو وبشوف مثلا ابحاث منشوره في الموضوع ده وبرجع اكون اسئله من هنا ومن هنا ومن هنا. تهيألي انا لو قعدت هنا هو مش هلاقي اي حاجه ناقصة، بس بالعكس هبدأ ان انا اعمل لها كاستمايزيشن عشان اقدر ان انا ادرسها بالطريقة اللي انا عايزاها. بعد ما خلصت بقى الاستكشاف بتاعي هدخل على الداشبورد بتاعتي. انا عملت اكاونت عشان نقدر ان احنا نشتغل عليه. اول ما بدخل نفس الحاجات اللي انا شفتها بس ده على الداشبورد بتاعتي، يعني كل الحاجات اللي كانت بره دي موجودة على البلاتفورم كلها. الداشبورد بتاعتي انا بقدر وانا بعمل للاكاونت بتاعي
ان انا بختار البرايفسي، ان انا بشوف ان هو عايزاه يبقى بابليك ولا عايزاه يبقى برايفت، زيه زي الفيسبوك اي حاجة. ببدأ ان انا اعمل اكاونت سيتنج، بشوف مثلا النوتيفيكيشنز، عايزة ان انا بقدر ان انا اختار النوتيفيكيشنز تجيلي او لأ، بقدر ان هي تبعت لي مسجز على الايميل ولا لأ مش عايزة، زيه زي اي بلاتفورم عادي. ومن هنا بيجي لي المسجز، لو اي حد بعت لي مسج يقدر ان هو يجي لي هنا النوتيفيكيشنز، لو اي حد عمل كومنت هنا طبعا الكونتنت بتاعي اللي انا هعمله، الفيفوريتس لو عملت اي مثلا لايك او ستار بيجي لي عشان ان هو يبقى موجود في الفيفوريتس عندي. اقدر ان انا اعمل كلاس زيه زي التيمز مثلا او اي بلاتفورم موجود عندي، ان انا بعمل كرييت كلاس، ببدأ ان انا احط الاسم والسبجكت بتاعي، عدد الليرنرز اللي موجودين، ببدأ ان انا احط له الديسكريبشن اللي انا عايزاه، ولو عايزة احط صورة بحطها. بعد ما بخلص الحاجات دي كلها، كمان لو عندي كو educators او لو عندي معيدين مثلا معايا او اي حاجة انا عايزة ادخلهم، بقدر ان انا ادخلهم، وبعمل create class، وزيه زي التيمز مثلا بيبقى فيه كود بقدر ان انا ابعته للطلبة. في نفس الوقت اللي انا بيبقى عندي classes انا اللي بدرس فيها، ممكن ان انا ادخل اي class تاني بيبقى برضو بيتبعت لي invitation او بيبقى معايا الكود ان انا ادخل. هنا طبعا المسجز لما بتوصل لي، هرجع تاني للكونتنت. انا لقيت كونتنت موجود بس انا عايزة ابدأ ان انا اعمله ابدأ اعمله customization او edit. كل اللي انا عملته رحت على الكونتنت بتاعي، خليني أرجع عشان نشوفها مع بعض. مثلا أنا عجبتني الباسوي دي وعايزة إن أنا أخدها على الداشبورد بتاعتي عشان أبدأ إن أنا أشتغل عليها، أو إن أنا أضيفها للطلبة. لو أنا هحطها لهم بنفس الطريقة هعمل من هنا شير، طبعا أنا لو دوست على ده فيفوريت هيودهولي في الفيفوريتس بتاعتي، لو دوست هنا شير هيطلع لي يا اما لينك او اي مكان انا عايزه اعمل شيرنج ليه. لو عايزه ابدا ان انا اصلح فيه بقى هعمل كولون او ان انا اعمل استنساخ منه، وبمجرد ما ادوس عليه هو هيروح لي اوتوماتيك في الداشبورد بتاعتي. ممكن ان احنا نعملها هروح للداشبورد بتاعتي اهو، عملها تاني، هبدأ ان انا افتحها. هو كل اللي هو عمله ان هو عمل لي نسخة منه عندي على الداشبورد بتاعتي عشان ابدأ ان انا اشتغل عليها. المشكلة ان هو بيبقى محتاج انترنت قوي جدا جدا جدا. اهو فتح هنا، ده نفس الباسوي اللي كان موجود اللي انا شفته، بس انا دلوقتي عايزة ابدأ ان انا اعمله edit. فمن هنا هبدأ ان انا اقول له عايزة اعمل editing. اول ما فتح لي الedit لقيت الحاجات دي موجودة عندي، طبعا ده بتاع السيتنج هدوس عليها، بيفتح لي لو انا عايزة اكتب اي نوتس للطلبة. خد بالك وانت بتشوف الفيديو ده المفروض ان انت تتعلم واحد اتنين تلاتة، يفضل ان انت تشوفه مرة او اتنين. مثلا دور على فيديو تاني بنفس الشكل وهاته، او ايه learning objectives اللي المفروض هتطلع، يعني مش مجرد بس ان هو الطالب يدخل يشوف الفيديو ده او يقرأ التكست ده ويطلع ما يفهمش كان مطلوب منه ايه. فاقدر ان انا اعمل customization بالطريقة اللي انا عايزاها.
أقدر إن أنا أغير السيكونس بتاعها لو أنا مش شايفة إن هو المفروض إن هو يعرف الحاجة دي الأول، أو إن هو لو عرف الحاجة دي الأول هيتخليه، أو إن هي طويلة جدا، أو إن هي مش مفهومة. فعايزة الأول إن أنا أبسط له الموضوع، أو إن أنا أخلي له الموضوع الأول يشوف فيديو أو يبقى حاجة بسيطة شوية، وبعد كده يدخل على الحاجة الأكبر. فببدأ إن أنا أغير السيكونس عادي جدا بالدراج أند دروب. لو انا شايفه ان هو حاطط حاجه مثلا هو كان في وجهه نظره ان هو محتاجها عشان حاجه معينه، لكن انا بالنسبه لي انا مش مشكله ان هو يتعلم ده، باجي هنا هو اعمل ديليت عادي جدا. وبكده انا قدرت ان انا اعمل كاستمايزيشن بالطريقه اللي انا عايزاها. كمان انا ممكن اعمل اد كونتنت. لما اعمل اد كونتنت هيفتح لي اللايبراري الموجوده عندي، اقدر بس ان انا اعمل اد من هنا، اعمل سيلكت واعمل اد او your content. لو انا عندي كونتنت، لو انا عندي اوديو، لو انا عندي فيديو، لو انا عندي تكست او اي حاجه، او لسه عايزه اعمل كونتنت جديد وانا بشتغل، اقدر ان انا اعمل اد نيو كونتنت. من هنا اقدر ان انا احط اسئله، بنك أسئلة، أو أحط أسئلة عادية، أو أعمل أوديو، أو لو عايزة إن أنا أحط لهم كيس ستادي بعد ما بيخلص الحاجة اللي المفروض بيعملها، فبطلب منه إن هو يعمل الكيس ستادي دي عشان أتأكد إن المعلومة وصلت له بالشكل الكويس أو بالشكل المطلوب. كمان أقدر أحط أي دوكيمنت، ممكن ان انا احط له جايد ازاي ان هو يمشي على الحاجات، ممكن ان انا اعمل اد فيديو، سواء الفيديو ده انا عاملاه او حد او انا جايباه من سورس تاني، وطبعا بعمل اد للتكست. كل الحاجات دي اقدر اعملها. هنا لو اي حد شارك مثلا في الكونتنت اللي عامله، اقدر ان انا اعمل اد اوثر، التاجز اقدر ان انا اشيل او اضيف ليها، الليرنينج اوبجكتيفز حتى دي اتاح الفرصه ليا ان انا اغيرها وما سابنيش. يعني مثلا هو بدل كلمه سامرايز اقدر ان انا اختار اي حاجه تانية. يعني هو مثلا اللي كان حاططها شايف انه بعد ما يخلص الباسوي ده المفروض ان هو يعمل سامرايز ليه، لا انا عايزاه مثلا ان هو يعمل ديزاين، او ان هو يبيلد بروتوكول معين او تجربه معينه، فحتى دي هو مش سايبها. بعد ما بخلص بعمل سيف اديت، ده لو انا لسه هكمل واعمل اديت تاني، يعني زي السيفنج اللي احنا بنعمله كل شوية، او ان انا اعمل سيف باسواي وبيرجعني تاني للباسواي بتاعي بالطريقة اللي انا صلحتها بيه واللي انا اقدر اشتغل بيها. هرجع للداشبورد تاني. هنا انا قدرت كده ان انا اشوف كل حاجة موجودة. هدخل على كوميونيتي. زي ما قلت لحضراتكم ان هو بيعمل نتوركينج كويس جدا، اقدر ان انا اتكلم مع اي حد في اي توبيك انا عايزاه. بدخل اشوف ايه التوبيكس اللي موجوده وبختارها. زي ما حضراتكم شايفين هو مثلا كده، لو حد مثلا مهتم بالتاريخ بتاع الساينس، لو حد مهتم بالسستينابيليتي، كل واحد مكتوب هنا. وانا هنا اقدر ان انا احط اي توبيك انا عايزاه اضيفه، وهنا بيبين لي مين عمل انتر اكشن، مين ساب مسج، مين شافه. يعني حاجة رائعة فعلا. بس ده كده يعني استكشاف بسرعة استكشفناه مع بعض. ناقص حتة بسيطة جدا. هل معنى كده ان انا محتاجة ان انا اعيش الطلبة خلاص في الـ virtual lab ومش هشوفهم تاني؟ لا بالعكس، احنا يعني المفروض ان احنا، وخصوصا ان احنا كمان في الكليات خلاص رجعنا تقريبا للدراسة عادي جدا، فانا اقدر ان انا استفيد من الـ virtual labs
عن طريق الفليبد كلاس روم، زي اللي احنا الفترة اللي احنا كنا بندرس فيها الفليبد كلاس روم، ان انا بستخدم مثلا حاجات اونلاين وبعد كده لما يجي لي الكلاس اعمل ريفلكشن عليها، اطلب منه الاول ان هو مثلا يشوف فيديو او يتعلم حاجة معينة، ولما يجي لي ابدأ ان انا اعمل ديسكشن معاه. كمان هو مش مطالب الطلبة ان هم مثلا ان هم يشتغلوا كل التجارب بتاعتهم بس فيرتشوال، لانه هو كل يعني كل حاجة بتديني سكيل معينة مش بتقدر ان هي تغطي السكيل التانية. يعني هو لو اتعلم او اتدرب مرة واثنين وثلاثة على التجربة في الفيرتشوال لاب، خلاص هو من حقه دلوقتي ان هو يبدأ، أو يعني لو في مرحلة متقدمة شوية إن هو يبدأ إن هو يعمل التكنيكس بنفسه. وهنا أنا هكون استفدت إن هو الطالب بقى عارف، والطالب هيبقى عنده الثقة في نفسه إن هو يشتغل صح وكويس، ولو كان بيعمل غلطات لو كان غلطها مرة واتنين هيفتكر إيه الغلطات اللي كان بيعملها، فهو مش هيكررها تاني. زي ما قلت ان انا بعمل كاستمايز سبورت، لو انا مثلا التوبكس بتاعتي كلها اشتغلتها خلاص في الكلية وفي توبك معين هو محتاج اكتر ان الطلبة تعمل براكتسينج على حاجة معينة، او ان هي تشوف فيديوهات بشكل اوسع او اكتر، او تشوف كونتنت باشكال مختلفة عشان يقدر ان هو يوصل المعلومة كويس. وكمان مثلا لو في طلبة ما قدرتش تيجي في التعليم الهجين أو الانتساب أو الحاجات زي دي، الطلبة ان هما ممكن ان هو لو ما قدرش يجي يقدر ان هو يعمل كل الحاجات اللي احنا بنعملها في اللاب هو يقدر يعملها في الفيرتشوال لاب، وبعد كده سواء هيجي ويعمل معايا ديسكشن او ان هو هيجي يجربها بنفسه. وطبعا ان احنا بنعمل انتجريشن لاي LMS احنا شغالين فيه. دي النكست ستيبس المفروض ان احنا نعملها، نبدأ ان احنا نعمل اكاونت. بجد عايزاكم تدخلوا تستكشفوا كل التوبكس وكل الكاريرز اللي موجودة، مش بس لان انا كنت داخلة بس انا بشوف حاجة معينة، فانا لما يعني في حاجات في اكتر من حاجة انا قررت ان انا اتعلمها على البلاتفورم دي، لان هي يعني وفرت عليا شغل كتير وكورسز كان ممكن ان انا اروح اعملها او اخدها. حتى في مرحلة بعد كده لما أروح أخد الكورس أو إن أنا أروح أعمل الحاجة اللي أنا عايزاها بكون عندي خلفية أو عندي السكيل اللي كانت مطلوبة إن هي تبقى موجودة عندي. نبدأ إن إحنا نعمل discussion create class، وطبعا إن إحنا نعمل mentoring لحد أو to be mentored and to share lab exchange. وبالطريقة دي اللاب اكستشينج خلانا ان احنا نغير او ان انا اغير طريقي يعني فكرتي عموما عن الاونلاين ليرنينج، لان في مرحلة معينة احنا خلاص كرهنا ان احنا نبقى قاعدين بس كله اونلاين كله اونلاين، وكل ده كل الحاجات اللي انا اقدر اعملها دي كلها بتكون فري، فده اكيد بيحسن في الساينس اديوكيشن وبيخلي ديبر انجيجمنت في البروسيس اوف ستام Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Thank you. خلصنا؟ شكرا جزيلا دكتورة سارة على الورشة الجميلة دي والممتعة. بجد استفدنا كتير من حضرتك، واسمحي لي بس اخد كلمتين كده من الانترودكشن والكونكلوجن، ان فعلا الفيرتشوال لاب بقت ضرورة ملحة. جايز احنا دخلنا في الاونلاين ليرنينج في كلياتنا او في الجامعه عموما كده باي بوشنج او بدفعه بسبب الظروف اللي حصلت ايام الكورونا، لكن جرادوالي وستيب باي ستيب لقينا في فيتشرز كتير في بلاتفورم نقدر نخلي بيها التعليم بجانب الجزء الاكاديمي، بقى في جزء ممتع زي باكسي لاب المنصه دي او البلاتفورم لاب اكستشينج. الطالب يقدر يجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يقدر يحس بنوع من المتعة بجانب العملية الأكاديمية في الفيرتشوال لابس عموما. وأعتقد إحنا ممكن ندخل للأسئلة لو في أسئلة عند حضراتكم. أنا بس ما شفتش في الشات أسئلة، كان في سؤال بس من دكتورة ابتسام صلاح،
بتسأل حضرتك هل في حد أقصى للتسجيل وأي حد ممكن يعمل ريجستريشن أو يعمل التجربة، ولا لازم يكون متخصص؟ لا يا أعتقد دكتور، ما فيش أي limitations. ودي من الحاجات الرائعة بجد اللي موجودة. دكتور الدكتورة حضرتك صديقة على كمان، شين بص الدكتورة صديقة على شين بس على الشات بتشكر حضرتك. أهلا بحضرتك دكتورة صديقة منورانا. أهلا دكتور حكم، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتورة صديقة. أهلا بحضرتك. عادي، مرسي جدا لحضرتك. في ناس عايزة تسأل في كان دكتور دكتورة غادة. غادة، دكتورة غادة حضرتك عاملة رايز هاند. دكتورة غادة حضرتك تتكلمي على طول من غير رايز هاند، اتفضلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا دكتور سارة. استاذن حضرتك تعملي بس ستوب شيرنج عشان سؤالي، يعني للاختصار هشير صورة معاه. مرسي حبيبتي، بشكرك شكرا جزيلا. اول حاجة يعني انا بتقدم لك بجزيل الشكر علشان العرض الواضح والشيق والجميل اللي حضرتك عملتيه. بصراحة يعني كان غاية في الإفادة، ومش عارفة، أنا حاسة إن إيديا بتاكلني. صحيح دخلت قبل كده على لاب اكستشينج، بس I would think that every science educator هيبقى عنده يعني شغف وفعلا نفسه إن هو يروح على لاب اكستشينج علشان يشوف الدنيا فيها ايه. بستأذن حضرتكم، السكرين بتاعتي واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة يا دكتورة، واضحة. اتفضلي حضرتك. طيب اللي سارة يعني وريته لنا النهارده واللي احنا استفدنا بيه الحقيقة، انا بشكرها عليه وبشكر حضراتكم عليه، عشان ده كان يعني احنا معرفتنا بلاب اكستشينج كانت من خلال مجهوداتكم. بذكر حضراتكم السنة اللي فاتت احنا اطلقنا منصة او اي ار ويكي، الاوبن اوبن سورس او الاوبن ايدوكيشنال ريسورسز. والحقيقة هارفارد بيعملوا سكانينج، بيشوفوا في المناطق اللي زي مناطقنا مين اللي بينتج ريسورسز، عشان حضراتكم عارفين منطقتنا طبعا ضعيفة في انتاج المحتوى الرقمي المفتوح، لا هو ثقافتنا ولا احنا بننتج كتير مقارنة بالعالم الغربي. وبالتالي لما رصدوا التجربة بتاعتنا هارفارد، يعني ويعني عرضوا ان هم يمضوا معانا اجريمنت، وطبعا معالي رئيس الجامعه رحب قوي بهذه الشراكه والاجريمنت اتوقعت بالفعل. لكن حتى النهارده احنا يمكن لم يعني نحصد ثمار هذه الاجريمنت. اللي عايزه اقوله لحضراتكم ان زي ما كنتوا ولفتوا نظر العالم بانتاجكم و ارسالكم ريسورسز على او اي ار ويكي اتمنى، هارفارد مضت مع جامعه اسكندريه عشان لاب اكستشينج تكون منصه لجامعه اسكندريه كاحد الكولابوريتورز بتوعها. لو حضرتك شايفين الصفحه دي على لاب اكستشينج، الصفحه دي اسمها سيرب، وسيرب ده one of the institutes الكولابوريتورز مع لاب اكستشينج. ولما سيرب بتبقى حاطه الريسورسز بتاعتها، لو تلاحظوا حضراتكم هنا كل ريسورس صغير حاطينه بيطلع عليه اللوجو الصغنن هنا على الشمال اللي بيindicate ان this content is powered by CERP. وبالتالي يمكن دكتورة سارة ورتنا في العرض بتاعها بعض الاشياء powered by lab exchange itself، يعني the community او الناس اللي ورا lab exchange اللي بيعملوه. اللي عايز اقول لحضراتكم ايه، ان مش عايز اقول النهارده، هو actually من كذا شهر حضراتكم ممكن تشتغلوا على تطوير التجربة بتاعتكم وتنشروها، مش بس ككونتنت كده وخلاص في مجموعة للطلاب أو من خلال كلاس روم أو من خلال باثوي، لا، هي ممكن تكون كونتنت موجود في البابليك لايبراري للعالم كله، وتبقوا فخورين حضراتكم إنه طالع باسم جامعة اسكندرية with the institutional page بتاعتنا و معرف باللوجو الصغير. I think إن أحلى هدية ممكن نعملها لجامعتنا، وأحلى هدية ممكن نعملها لنفسنا، علشان يعني ربنا يديكم العمر والصحة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فيعني هنسيب حاجة حلوة للإنسانية
وهنببلش كونتنت راقي ومحترم باسم جامعة اسكندرية، وهنقدر نعمله بالشكل اللي احنا عايزينه واللي يفيد طلابنا. حتى الدكتورة سارة قالت لنا اللي مش احنا عاملينه بنقدر نعمله very flexible pathways، ونقدر نعمله الموديفيكيشنز اللي عايزينها. فأنا بدعوكم النهاردة، احنا خلاص بعتنا لهارفرد كل الانستيتيوشنال لوجوز وكذا، والبيج بتاعتنا is being set up. فلو حضراتكم حضرتوا الكونتنت بتاعكم، انا بس بقول ان طبعا ما فيش اي حد يقدر يبعت لهارفرد الكونتنت سبميشن على الانستيتيوشنال بيج بتاعتنا الا من خلال الانستيتيوشنال ريبريزنتيف اللي هو المركز. وبالتالي حضراتكم اذا تم، يعني I would invite you، مش عايز اخد وقت كتير من الزملاء، بس I would invite you to explore ايه الحاجه اللي انتم ممكن تحطوها كتجربه كسيميليشن او حتى كفيديو تعليق. ممكن يعني we can start by a level of interactivity، ما يبقاش عالي قوي، لكن عايزين نكون producers not consumers of such type of content، وعايزين نشتغل باسم جامعتنا، وان شاء الله يبقى نجاح كبير. وده فعلا النجاح اللي انا بعتبره مختلف جدا جدا جدا، مش بس ان احنا كونسيوم، ان احنا نبروديوس ونكونتريبيوت للعالم كله. وبالتالي يعني I think this was a very important compliment. بتوجه بجزيل الشكر مره ثانيه ل معلش يعني عايزه اقول الابن الزميله، بس عايزه اقول الابنه الغاليه جدا الدكتوره ساره، عشان هي بنتي وحبيبتي وهي تعلم ذلك. وبشكركم شكرا جزيلا، and I will leave يعني the floor for the audience. Thank you very much. وفي انتظار مشاركات حضراتكم، طبعا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال المدراء التنفيذيين في الكليات، ومن خلال الايميل، ومن خلال الدكتورة سارة طبعا، والفيرتشوال لابز زي ما الـ Sustainable Development Goals اتكلمنا عنها قبل كده are two very important initiatives لينا السنة دي. إن شاء الله في تقريرنا الختامي في السنة دي لازم هيكون عندنا resources باسم جامعة اسكندرية على لاب اكسشينج. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وشكرا دكتور حكم لإعطائي الفرصة للتحدث. شكرا يا دكتور، حضرتك تقولي لحضرتك عايزة. شكرا لحضرتك دكتورة غادة، وطبعا مداخلة حضرتك قيمة جدا، وأعتقد إن شاء الله كل السادة الحضور هيحاولوا الاستفادة منها، ونشترك بإذن الله في مع هارفارد ولاب اكسشينج بتجارب بقدر الإمكان فيها جزء من الانتراكتيفيتي، وإن شاء الله نعديهم بإذن الله بعد كده. كان في دكتور أحمد خيري رفع إيده. طيب في أي أسئلة من السادة الحضور؟ شكرا جزيلا دكتور حكم، اسمح لي أعقب من فضلك. اتفضل يا دكتور، اتفضل حضرتك. دكتور أحمد، أنا بشكرك، عشان مساء الخير يا دكتورة سارة. أنا بشكرك دكتور. أنا بشكرك شكر جزيل دكتور حكم، وبشكر سارة، والحقيقة I'm very impressed بالproficiency of presentation، وI'm personally very happy إن this topic has been addressed، لأن أنا في كلية الهندسة بشغل طلاب المشروع من 7 سنوات تقريبا على design of virtual labs لمختلف عمليات المانجمنت أو عمليات المانيفاكشن. والحقيقة إحنا بنعمل بالمنطق الصعب اللي هو محاولة تحوير وتدوير حاجة متاحة لأغراض أخرى. ويمكن الدكتورة سارة كانت موفقة جدا في توصيف إن الكرنت بوزيشن والستيت اوف ذا ارت بالنسبة للفيرشوال لابس يمكن مركزة أكتر على الجزء بتاع الفاندمنتال ساينس أو البيسك ساينس. هي الحقيقة في الجامعات المتخصصة أنا شفت بعناية في الـ MIT، وشفت في شيكاغو، وشفت في إلينويز في زيارات حديثة، فيرتشوال لابس يعني مفتوحة وفيرتشوال لابس مقفولة، وده ليفل تاني يمكن مش مناسب أو أتكلم فيه دلوقتي، إنما هتكلم على الكونسبت اللي الدكتورة سارة أبدعت في إيضاحه الحقيقة في الانترودكتوري وورد اللي قالته. أنا متصور، عشان to keep my statement very short، أنا متصور إن من المفيد لكل زملائنا اللي موجودين وكلهم أصحاب اهتمامات مؤكد جادة إن نحول
اهتمامنا بالفيرتشوال لابس الى واقع، ونتعاون مع السي ار بي زي ما الدكتورة غادة اشارت، وندعم جهود زملائنا على هذا المستوى المحترم. وده انا بعتقد من الناحية العملية يعني ميسر الى حد ما. وهقول احنا لو ركزنا ان احنا نكلف عدد من معيديننا في مختلف الكليات، والحقيقة الموضوع مش ليميتد للساينس او للانجينيرينج او للميديسين او فارماسي او ايفر، هو الموضوع مفتوح من تطبيقاته الكبيرة جدا جدا البيزنس والفاينانس والماركتينج والبراندينج وحاجات كتيرة من هذا القبيل لها فيرتشوال لابس متقدمة. وانا الحقيقة لازم اقول ان انا في السعودية شفت من اكتر من 10 سنوات في جامعات السعودية خلال زيارة رسمية، يعني كانوا حريصين يبهرونا شوية، ان عندهم فيرتشوال لابس معمولة في كليات التجارة وفي كليات التربية الرياضية حتى، وانهم بيتعاملوا مع زي الادوات. انا يمكن من الاشخاص المتحفظين شوية على اعتبار ان الفيرتشوال لاب هي شربة الحج جديد زي ما بيقولوا، ولا يعني اللي هتحل جميع المشاكل زي ما بيقولوا في الزمن القديم. إنما هي الحقيقة مفيدة جدا في الانسايكلوبيديك أندرستاندينج زي ما الدكتورة سارة يمكن أسهبت شوية. فخلوني أرجع للمقترح بتاعي بشكل مركز يا دكتور حكم من فضلك. أنا معتقد إن الزملاء كلهم مدعوين وأنا أولهم إن إحنا ننشئ مجموعات تستخدم الأوبن سورسز في الوقت الحالي للفيرشوال لابس، وتحاول تطوعها للتخصصات العلمية المختلفة، لأن جامعة اسكندرية وخلينا نعترف بكده بوضوح تفتقد إلى العديد من المعامل الأساسية والمعامل المتقدمة على حد سواء. والحقيقة بيبقى شكلنا مش كويس مع زوار الأجانب لما بيشوفوا مستوى خريجينا خلال دراسات الدكتوراه أو خلال المهمات العلمية في الخارج، ويجدون ملومين بأشياء كتيرة هم ما بيحظوش بيها في الواقع العملي داخل الكليات. وده طبعا مش عيب إن احنا نقوله، بقدر ما من المهم إن احنا ندركه. الدعوة مفتوحة إن ننشئ عدد بأكتر ما يمكن في كل الكليات من الاهتمام بهذا المجال. وأنا بدعو الدكتورة سارة والدكتور حكم وزملائنا والدكتورة غادة طبعا انهم يكثفوا من specialized introduction open sources بالذات، ويعمقوا هذا الفهم للمجموعات المهتمة والاشخاص، ونكثف من وجود المعيدين ومجموعات طلاب المشروعات او المشاريع التخرج او غيرها في المرحلة ولتكن محدثة زمنيا. وانا لن اتردد اني اقول ان في اطار الجهود اللي احنا بنعملها حاليا لانشاء التكنولوجي بارك Innovation and Technology Park في جامعة اسكندرية، أكون واحد of the main platforms الاهتمام بالvirtual labs. وده موضوع يمكن لسه نأشينه مع السيد رئيس الجامعة من يومين فقط. تحياتي للجميع. شكرا لحضرتك يا دكتور، وفعلا دايما بنتعلم من حضرتك. وخلينا نبدأ فعلا دلوقتي. دكتور غادة كتبت الإيميل بتاعي وأنا على الشات، وأنا يعني مع حضراتكم. خلينا نبدأ على طول بالتنفيذ يعني. Thank you very much دكتور أحمد، يعني حضرتك دايما بتدي حافز كبير جدا وجميل جدا. يعني فعلا انشاء مجموعات العمل شيء مهم جدا جدا، بس I would say that اول step maybe ان احنا explore، يعني we will not be able to contribute before the exploring. ندخل على lab exchange ونشوف what's there, what can we use, what we can contribute. مهم جدا يا دكتور احمد، يعني فكرة ان انا اقدر انشئ التجربة بتاعتي واحطها على lab exchange باسم جامعة اسكندرية، انا بالنسبه لي ده نجاح كبير قوي. لما يكون اللوجو الصغير اللي بيدنتيفاي الريسورس بيقول انها باورد باي الكسندريا يونيفرسيتي، اي ثينك ده هيكون نجاح كبير جدا. ومعولين طبعا على الزملاء بشكل كبير جدا ان شاء الله يعملوا يشتغلوا معانا في هذا الاتجاه، وعايزين فعلا باي ذا اند اوف ذا يير يعني within the activities of innovation في الجامعه reaching to the science and technology park
حتى يكون ده انتاج من اللي احنا عملناه يا دكتور. حتى even the content يعني developing such an interactive content مش حاجة قليلة. أنا مش هبتدي أديفلوب البلاتفورم من الأول، وأفتكر إن يعني الجامعة والدكتور عبد العزيز هيكونوا فخورين جدا بيه. وعايزة أقول لحضرتك على ذكر اللي حضرتك بتقوله المعيدين والمشروعات والطلاب وكده، أنا عندي في الكلية مشغلة تو جروبس من الطلاب على تو فيرتشوال لابز ريليتد للبزنس، واحد بيعلم اساسيات التعامل في البورصه والتاني بيعلم اساسيات العمل المصرفي. ويمكن دكتور ماجد غنيمه يعني مدير صندوق دعم المبتكرين كان في اسكندريه قريب واعلن عن مسابقه هم بيعملوها يعني مسمينها innovation in the metaverse era حاجة زي كده. وعندي مجموعة من الطلاب قدموا وتخطوا المرحلة الأولى وبيطوروا البروتوتايب بتاعهم دلوقتي. فده يعني تأكيد على كلام حضرتك إن إحنا مش بنتكلم بس في الفاندمنتال والبيسك ساينسز يعني. شكرا شكرا يا دكتور أحمد لحضرتك، وطبعا إيميل الدكتورة سارة في الشات. ومش هنسيبكم السنه دي، السنه اللي فاتت سبناكم يعني، لكن السنه دي لازم هيكون عندنا اور انستتيوشنال بيج باسم جامعه اسكندريه على لاب اكسشينج. شكرا جزيلا لحضرتك. السلام عليكم. بعد اذنك يا دكتوره ساره، لو بس تعملي سؤال لفزوره النهارده ان شاء الله. انا اللي اقول السؤال؟ بعد اذن حضرتك، واول اجابه صح هي اللي هتكون فائزه. شكرا. فاجئتيني بالموضوع ده، ما عنديش اي سؤال يا دكتور ساره. اي سؤال؟ ايه اول حاجه هتبداوا تعملوها في الفيرتشوال لاب؟ ايه اول فكره هتبداوا تعملوها؟ هنحرق الافكار دلوقتي، هطلع بافكار منكم. دكتور دينا ممكن يبعتولك برايفت. أنا أقترح يا دكتورة سارة، أول حاجة يجب عملها إن كل السادة والسيدات اللي متابعينك ومتابعين المحاضرة القيمة دي كلهم يسجلوا في البلاتفورم بتاع هارفارد، وكله يبدي اهتمام، وننوي نية جادة إن إحنا نكون مجموعات فعلا من طلابنا ومن زملائنا للتعامل مع هذا الموضوع. وانا مع اقتراح حضرتك يا دكتور. دكتوره وانا استعدت بس لو تبصي على الشات بوكس اوكي عشان نشوف في اول اجابه صح. طيب تمام. كل الاجابات صح. الله، ده كده كلنا كسبانين النهارده بقى. كل الاجابات صح. لا فعليا كلكم قلتوا من الحاجات اللي احنا كنا متفقين عليها يعني. يبقى كده اول حد، احنا الرول بقى بتاعه اللعبه ان اول حد اول اجابه هي اللي هو اللي بياخد الفائز، فكده دكتور محمد بقى هو الكسبان. دكتور احمد قال الاول ولا دكتور محمد؟ دكتور محمد مودريتور وكسبان الاثنين. السنة ما كنتش عارف السؤال يعني، ما حدش سرب لي الإجابة من الكنترول خالص، أنا جاوبت مجهود. خلاص دكتور محمد بعد إذن حضرتك لو الديتيلز بتاعت حضرتك بتاعت اسم حضرتك بس في الشات بوكس، طبعا حضرتك غني عن التعريف يعني. حاضر يا فندم حاضر. شكرا لحضرتك. دكتورة دينا بتمتعنا بالفوازير دي الحقيقة. ميرسي يا دكتور. يمكن دكتورة سارة حضرتك نوهي برضو إن هيكون في جزء تاني للمحاضرة القيمة دي. حضراتكم هتتبادلوا الادوار حضرتك والدكتور محمد حكم عشان الزملاء بس ينورونا ان شاء الله يوم الخميس. دكتور محمد هيكون منورنا، ومفاجات تانية كتير عن الفيرتشوال لابس ان شاء الله. ودكتور محمد دايما بيفاجئنا بحاجات جديده وبيعرضها بطرق شيقه جدا يعني، ان شاء الله تبقى محاضره كويسه باذن الله. في انتظارك دكتور محمد بإذن الله. شكرا. طيب. دكتور سارة ودكتور غادة، والحمد لله إن هي تكون آخر يوم الخميس، فأتمنى تكون ختامه مسك إن شاء الله. وبرضه هنتكلم شوية عن الـ Virtual Lab for Engineering Curricula.
هنتكلم برضو in general في جزء صغير، وهنركز شوية على التخصصات الهندسية في ورشة عمل يوم الخميس إن شاء الله، آخر ورشة عمل في الموضوع. أستاذن حضراتكم دكتور محمد، أنا أسمع قبل ما نختم بس علشان في announcement مهمة عايز أعمله. حقيقة إحنا في ICT in our lives السنة اللي فاتت كان مايكروسوفت education طلبوا إن هم يعملوا على هامش المؤتمر وبالتعاون مع مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد يعملوا ورشة عمل على الاسيستيف تكنولوجيز ان ايدوكيشن. ورونا لو حضراتكم طبعا اكيد حضرتوا معانا وشفتوا قد ايه الامور دي تطورت علشان يعني كل من هم ذوي الاعاقة وذوي الهمم وخلافه، وكانت تجربة ناجحة جدا. And I was approached by Microsoft علشان مايكروسوفت يعني مايكروسوفت ايدوكيشن مهندس عمرو المصري وزمايله متابعين الافورت اللي احنا عاملينه في رمضان جانا، والحقيقه هم تواصلوا معايا وحبوا يقدموا سيشن كبيره لمده ساعتين. وطبعا رمضان جانا بيخلص، بس انا الحقيقه عرفت الامر على الدكتور وائل نبيل وهو وافق ان احنا نعمل فيري سبيشال سيشن، يعني ان شاء الله هتكون يوم الاربع الساعه من 9 ل 11 هتكون لمدة ساعتين. والسيشن دي الحقيقة يعني مش مجدولة في وقتها العادي، بس احنا طبعا هننزل افيش بيها على طول دلوقتي وتفاصيلها، وبرجو حضراتكم في الكليات ان احنا نعمل الناسسري ماركتينج ليها علشان السيشن دي برضو لها طابع مختلف. دايما دكتور حكم كان بيقول دكتور احنا في المركز بنشتغل اكتر على عضو هيئة التدريس ومش بنكلم الطلاب خالص، لكن احنا عايزين نكلم الطلاب. فمايكروسوفت ايدوكيشن هيكلمونا على الديجيتال سكيلز لربط الطلاب بسوق العمل، والسيشن هتكون متوجهة للطلاب وللأساتذة على حد السواء علشان الأساتذة برضو getting aware with the different digital skills يحاولوا يضمنوا هذه الأمور في الأبروتشز البيداغوجية بتاعتهم داخل الكورسز المختلفة، وبالتالي يسهموا في إعطاء الطالب الديفرنت سكيلز اللي محتاجة لتمهينه in the era in which we are living. فتابعونا حضراتكم، احنا هننزل الانونسمنت على صفحة جامعة اسكندرية وعلى صفحة المركز، وأدعوكم طبعا للترويج، وإن شاء الله تكون يعني هتبقى إن بريمير، هتبقى حاجة جديدة بالنسبة للمركز عشان في لقاء واحد هيكون معنا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وهتكون طبعا سبيشال سيشن إن كولابوريشن وذ مايكروسوفت إدوكيشن. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأخدت وقت طويل بس كان لازم أعمل كل الأنونسمنت دي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتورة غادة، وشكرا للسادة الحضور. يعني بس سؤال أخير، هل في أي مداخلة أو استفسار من حضراتكم؟ بس ما نطولش على وقتكم أكتر من كده. شكرا دكتورة سارة، شكرا دكتورة غادة، شكرا لجميع السادة الحضور، وإن شاء الله نتقابل بإذن الله على خير في الورشة الجاية يوم الثلاث الساعة 9. السلام عليكم. شكرا لحضراتكم جميعا، تصبحوا على خير. أنا استمتعت جدا بوجودي معكم النهاردة. باي باي.